الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللوجيكال إيفوريتور الثالث والأخير بيكون عبارة عن لوجيكال نوت. واللوجيكال نوت ده خلينا نجيب التأصيل بتاعه ده بين في الإكسبريشن ده طبعا بيتنفس على سينجل أوبيرانت بيحوله لترو. مثلا لو هو ما كانش ترو بيحوله يعني هو بينفي ديت كل قصة انه هو بينفي يعني توضح مثلا مع الامثله لو ان بتساوي نوت ترو يعني هو بينفي الترو فبالتالي النتيجه هتكون عباره عن نفي الترو اللي هي فولس طب ان بتساوي نوت فولس نفي الفولس بتكون ترو ان بتساوي نوت كات والكات دي قيمه موجوده معناها انها ترو فنفي الترو بيكون عباره عن ايه بيكون عباره عن فولس ده بالنسبه لللوجيكال اوبريتور نوت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى